فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شركتنا تبيع إحدى المنتجات، وقامت بعمل دعاية حيث إذا اشترى أحد العملاء إنه إذا اشترى أحد العملاء كمية معينة من منتجاتنا فنعطيه جوالا من باب الهدية، فهل هذا العمل جائز؟ لا، هذا ما هو جائز، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأنه يحث على الشراء ولو كان مالح حاجة بالشراء يبي الهدية، ولأنه يضر بالمحلات الأخرى ويجذب الزبائن إلى اللي يعطي جوائز، يترك المحلات اللي ما تعطي جوائز، وهي هذا ضرر على المسلمين، إما أن يفعلوا مثل فعله وإما أن الناس يتجنبونه. هذا العمل لا يجوز. نعم.